في الجبهات الأمامية تكون الرصاص أقرب من أي شيء آخر، والموت بإحداها غير مستبعد على الإطلاق. في مأرب وفي صحرائها يقاوم السكان عبر متارس المقاومة محاولة الحوثيين اختراق الدولة القائمة فيها، ولأن الدولة متجذرة هنا فقط لم تستطع ميليشيا الحوثي والمخلوع النفاد إليها بعد، رغم اندلاع مواجهات شبه يومية في مختلف جبهات المحافظة. فلا الحوثيين يأسوا من محاولتهم السيطرة عليها، ولا المقاومة والجيش الوطني تخلوا عن حقهم في المقاومة والتشبث بهذه الأرض. فجماعة الحوثي ما تزال تسيطر على أجزاء واسعة من جبل هيلان الاستراتيجي، في الوقت الذي تحكم فيه القوات الحكومية سيطرتها على مساحات شاسعة من محافظة مأرب. مأرب التي اختارها الرئيس هادي لتكون محطة لزيارته الخاطفة، تعهد منها بتحرير باقي المحافظات اليمنية على رأسها العاصمة صنعاء وجبل مران في صعدة معقل الحوثيين. وهي رسالة واضحة بأن الحكومة الشرعية ماضية قدما في مسارها السياسي والعسكري، وأن هذه المحافظة هي الاختبار الحقيقي لكيان الدولة الغائبة عن باقي المحافظات الأخرى.